السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم الفلور او سلاب في قلب برنامج الاركيكاد. بختار سلاب، تلاقي القائمة اللي فوق دي اتغيرت. تقدر تختار من هنا اللير اللي تحط عليها ترسم عليها الحاجة، تمام. هو اوتوماتيك بيختار مثلا structure بيرز، انت ممكن تختارها مثلا جريد، او تقدر تختار زي ما انت عايز تحطها على اللير اللي انت عايزها. تقدر من هنا تختار الشكل اللي انت عايزه، او من خلال ان انت بتدوس على السهم اللي هنا يبدأ يديك الاشكال اللي انت عايز تختار الشكل اللي انت عايزه. هنا بتختار بقى ان انت ترسم حر بالشكل دوت، او ترسم اول نقطة وتاني نقطة، او ترسم الخط المايل وبعد كده بتبدأ ترسم العمود عليه بالشكل دوت. لو دخلنا في الثري دي بنلاقي الحاجات اهي مرسومة، وهنا بيقول لك الريفرنس بلان، يعني انت هترسم مثلا من اعلى حته. انت مثلا واخد الجراوند، فهل هترسم لتحت ولا هترسم لفوق ولا النص زي ما انت عايز. الاستراكشر بتاعك، وهنا المعلومات اللي انت عايزها. كل الخصائص دي تقدر تخليها افتراضيه عن طريق انت تدوس مرتين على كلمه سلاب، فتظهر لك القائمه اللي فيها كل الخصائص اللي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. الريفرنس بلان وال الأجزاء اللي موجودة، تختار بقى إذا كنت مثلا فلات روف مثلا، اوكي بالشكل دوت.